يقول قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وتكرر كثيرا ذكر المتقين في القرآن، فما معنى فمن هم المتقين؟ المتقون الذين يعملون بطاعة الله ابتغاء مرضات الله ويتركون ما حرم الله خوفا من عقاب الله، هؤلاء هم المتقون، سموا بالمتقين لأنهم اتخذوا وقاية تقيهم من عذاب الله عز وجل بطاعته وترك معصيته. نعم.